السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: إعلامي يضع المرجعية والأحزاب الشيعية أمام مسؤوليتها عن تجهيل أبناء الجنوب والسكوت عن ظاهرة المزارات الوهمية. في العنوان الثاني: وفاة طفلة في مستشفى كربلاء بسبب عدم تلقي العناية اللازمة ومعاناة النزلاء في دار المسنين من الإهمال الصحي في ظل وزيرة الصحة. في العنوان الثالث لدينا: ناشط يتحدث عن فساد القائمين على مشروع تاكسي مطار البصرة، وضابط بالقوات الحكومية يروي ما حصل عند مراجعة دائرة حكومية. في العنوان الرابع والأخير لدينا: عشرات الموظفين والنخب المثقفة من رواد شارع المتنبي طردوا محامي يدعى طارق حرب بعبارات باطل ومنافق ووصفوه بالبوق. إذن في خبرنا الأول: قام صحفيون بوضع المرجعية والأحزاب الشيعية أمام مسؤوليتها عن تجهيل أبناء الجنوب والسكوت عن ظاهرة المزارات الوهمية والخرافات التي ملأت الشوارع والعقول. لذلك يحذر مفكرو الشيعة من توجه المجتمع بجنوب العراق نحو الإلحاد كرد فعل على تدين لا علاقة له بالدين وترفضه الفطرة البشرية. فلنشاهد. السلام عليكم، أريد أحد الحكماء أو العقلاء اللي موجودين بالمثنى أو أحد رجال الدين يفهمنا شنو قصة هذا العمود الكهربائي اللي موجود بقضاء الرميثة. ليش العالم تجي تزورة؟ ليش العالم تخلي بيه علوقة؟ ليش العالم خلين بيه صندوق تبرعات؟ شنو اللي يميز عن بقية الأعمدة الكهربائية؟ يعني هسه كل عمود كهربائي نروح نزوره معقولة؟ يعني وصل بنا الحال أو المستوى الثقافي لهيج مرحلة أنه نقدس عمود كهربائي ويا ريت مثل بقية الأعمدة الكهربائية بإنارة؟ حتى إنارة ما بي، لا يجوز المشكلة حتى كهرباء ما بي. زين ليش هيج؟ إيش معنى؟ حنا مخلين هاي شدات هاي والندورة. زين قاضي لحاجة أحد، مشافي له مريض، مطي له طفل لأحد ما يعني ما يصير عنده أطفال، بس فهمونا. زين إذا قضى حاجة أحد شنو تجيبون له؟ وصلت كيبل إنارة تخلون بلا دكتور عليه؟ شنو المشكلة؟ يقولون أكو سيد مدفون بي. منو اللي يقول سيد مدفون بي؟ شنو هذا السيد؟ وين أصله فصله؟ يعني كل السادة نروح نزورهم نخليهم أعمدة كهربائية معقولة؟ زين هسه هذا سيد الجسر، هذا شبيه جسر مدفون بي سيد لو عقرب؟ هذا شنو السيد؟ شو عضت شلب ويعوص همتار سين علوقة وصارت بالأمتار، صارت أمتار عوفك. أكو مشكلة أكبر، سقفية مال شرطة هنا أيضا مخلين بها علوقة وحنا. شنو المستوى الثقافي اللي وصلنا لهذا؟ ليش هيك؟ ليش معقولة يعني؟ فهمونا. بس أنا والله دايق، صار لي سنة أروح وأرجع عليه. لا أحلى ما بالموضوع إنه صندوق التبرعات مكسور وما بيوقف فلوسه، أحلى ما بالموضوع هذا. شا سيدنا ما شاورت بيهم من كسروا صندوقك؟ دخيلك يا عمود الكهرباء لا تنتله بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الصحفي صاحب المقطع تعرض للتهديد من أهالي قضاء الرميثة بسبب ما نشر وعرض، فنشاهد. السلام عليكم، فيما يتعلق بمنشور يوم أمس العمود الكهربائي والضجة اللي تسببها بجميع محافظات العراق والانتفاضة الكبيرة اللي عملها أبناء المحافظة وتحديدا أهل الرميثة ويقولون شوه سمعة المحافظة، سمعة القضاء اللي قدم شهداء. أعتقد القضاء والشهداء أكبر من عمود كهربائي، أكبر بكثير. الرميثة تاريخها من ذهب تقول المرجعية، مو من عمود كهربائي. فهاي نقطة لازم أن نركز عليها، واللي يضحك علينا مو أحسن من عندنا. وكل المحافظات بهاي الحالات، لكن هي تبقى للجرأة والمصداقية بالطرح لا أكثر ولا أقل. كنت أتمنى من أهالي الرميثة انتفاضتهم يوم أمس تكون على الواقع الخدمي المتردي بالمحافظة. زين سمعة المحافظة مو بعمود كهربائي، سمعة المحافظة بشوارعها اللي ما مبلطة لحد الآن، سمعة المحافظة بعدم وجود مدرسة نموذجية، سمعة المحافظة بعدم وجود مستشفى نموذجي، سمعة المحافظة وسمعة القضاء بكورنيش ما عدنا حالنا حال البشر. هاي سمعة المحافظة. أتحدى أحد من طلاب ومثقفين انه يجيب له ضيف من غير محافظه ويتجول وياه
شوارع قضاء الرميثة يستحي دائما يودي للسماوي، لأن ما عندنا شارع، ما عندنا مقهى، ما عندنا سينما، كل شيء ما عندنا. الانتفاضة المفروض تكون على هذا الشيء، الانتفاضة تكون على الفاسدين، على اللي جاي يلعبون بأموال الدولة وجاي يسرقوها، الانتفاضة على المسؤولين اللي محسوبين علينا. هاي الانتفاضة مو جاي والله عمود كهربائي وشوه سمعة المحافظة والقضاء، القضاء أكبر من عمود كهربائي. أتمنى تفهمون هذا الشيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وملاحظة، رغم التهديدات اللي وصلتني بالقتل، ما يسوى ترى عمود كهربائي يتسبب بمقتل صحفي في قادم الأيام. أحس زحمة عليكم أهل الرميثة وأهل محافظتي، انتفضوا وهددوا الفاسدين، مو اللي يطالبون بحقكم ويظهرون الحقيقة. في خبرنا الثاني، توفت طفلة في مستشفى كربلاء بسبب عدم تلقي العناية اللازمة. والد الطفلة حاول الاستغاثة بأي أحد للمساعدة لمساعدة ابنته طبعا قبل أن تتوفى، لكن دون جدوى. فنشاهد. والله العظيم كلكم هاي الناس اللي واقفين حمل وشرطه وكل تدريبيه، وهسه جبت ما حد يروح يحط له صوته ويعالجه. هاي مخلفات عمدل عمدل الدفاعي ومحمد، ولا اكو امن ولا اكو مدير مستشفى ولا اكو كل شيء. هاي مخلفات اشوفوا لا 25 مليون هاي العالم كلها تبغى يخلوها غايبة حظر، لا اكو شرطة ولا اكو ناس عدقين ولا ماكو غيره بعد الدولة حدرت والله كل شيء ما بيه. وهاي الجاية دافع من حق الشعبي، كل جماعة عنده بدون راتب، وهاي مخلفات انا عديتي ونبيتها على مجلس الدكتور محمد ودكتور صباح يدري. يلا تعال وباتل ان شاء الله الصحافه راح اخليها هنا تفتر، وهاي كلكم شهود انتم الامن والاستخبارات، ولا ما حد يضيع عليك بس صوته ما تاخذيه، ولا اكو مسؤول امن هنا ما تخرجيني. هاي مخلفات حتى الدكاتره اللي هنا قاعدين هسه ما داووها، قالوا مخلفات امجد الدبابه ما نداويها. طبعا بنفس الموضوع، في دار للمسنين يعاني النزلاء فيه من الإهمال الصحي في ظل إدارة وزيرة الصحة عديلة حمود. فنشاهد. جينا هسه قسم الرحمة مع الرياجيل اللي فد مرة تعبانين ريحة قوية السلام عليكم. تعبان. بعديها. الله يساعدهم، الله يساعدهم يا الله. يلا نزل. وزيرة الصحة التي تأمر بعض المستشفيات بعدم معالجة المواطنين العراقيين إلا إذا انتموا للحشد الشعبي كمقاتلين أو عوائل هؤلاء المقاتلين، عندها سيكون لديهم الفرصة لتلقي العلاج في بعض المستشفيات في العراق. عندما تكون وزيرة الصحة المفروض أنه هي أو الكادر الطبي الذي أقسم عند تخرجه من كلية الطب أنه سيعالج المرضى وسيقوم برعايتهم مهما كانت أطيافهم، طوائفهم طبعا، معتقداتهم الدينية أو يعني أفكارهم، هو مريض بالنهاية. عندما تقوم وزيرة الصحة بهذا العمل، إذن هي لا تستحق أن تكون في هذا المنصب، بل يجب أن تحاسب على الأجهزة التي قامت بسحبها والتي أدت إلى نقص المعدات الطبية في كثير من المستشفيات في العراق، وبالتالي كثرة حالات الوفاة في هذا الموضوع. طبعا الموضوع الثاني تابعتم الإهمال في مراكز الرعاية الصحية بالنسبة للمسنين والعجزة. في خبرنا الثالث، بعد فساد تاكسي المطار ببغداد والمعاناة الكبيرة للمواطنين منه، صحفي تحدث عن فساد القائمين على مشروع تاكسي مطار البصرة. فنشاهد. تحية طيبة أحبائي، اليوم في مطار البصرة الدولي سرقة علنية من سرقات وزارة النقل، 15 ألف دينار على النفر الواحد أو 10 آلاف.
لمسافة 2 كيلومتر. سيارات ماك، هذا تاكسي كاظم فنجان الحمامي، المسافرين واقفين وبانتظار تاكسي المطار. لهو من تاكسي المطار؟ ماك ولا تاكسي، ومجبور المواطن يصعد. المن تابعه هاي الشركة؟ الأيراس شبير بالدولة؟ فهمونا، هذا مطار البصرة، واجهة البصرة مدينة النفط، وهذول المسافرين، هذا رجل مريض واقف. ايش قد ياخذون منك؟ يعني ما يبغون على مطارات الدول العالم. اها، مطارات الدول العالم كلها توقف هنا، لكن هنا انا. ببلاش، واحنا بفلوس. شنو السبب؟ من المسؤول؟ سبب عيلة بنتين التلفيش. لا ماكو سيارات حبيبي، لا. خلوا عليك انت 5 دقائق ما تاخرت. اعلامي انا ومن حقي امارس دوري. 15,000 دينار ياخذون، ايش قد يا عين الكروه؟ 15، ما يحكي، يخاف يفصله كاظم فنجان. 15 2 كيلو متر، سيارة صالون، سيارة كبيرة ايش قد؟ سيارة كبيرة 20 داخل. 20، ايش قد؟ قد المسافة؟ قد المسافة؟ 5 كيلو متر، وممنوع السيارات تدخل بحجة دواعي أمنية، بالمناسبة هاي السيارات تطلع خارج المطار، وممكن تفخخ، وممكن يسوون سيارات مشابهة لها، لكن القضية مو أمنية، القضية مالية، القضية رأس كبير بالدولة، رأس حزب كبير، فلازم يربحونا برأس هذا المواطن. مفشلين بكل دول العالم، فسادهم وحرمانتهم وسرقاتهم تجي للمطار، الناس واقفة، الثاني التاكسي يجيها حاطين ما ادري ايش كم سيارة ولازم تدفع، ولازم لازم 2 يصعدون، ما يصير 3 يصعدون، أو تصعد أنت 15,000 دينار مسافة 5 كيلو متر، وين صايرها يا سيادة الوزير؟ يا بصري اللي انت اللي صرت وزير بصر والناس تتأمل بيك خير، عالجها في دول عينك، عالجها حتى بالانتخابات الجاية ينتخبوك يا كاظم فنجان الحمامي، يا الكابتن البحري، يا وزير التكنوقراط، يا عضو كتلة المواطن أو مستقل لحد الآن ما عرفك أنت شنو. نوب الصافة عمار الحكيم متبوسة، ونوب الصيح على مستقل، أصفان على بر يا حمامي. في موضوع آخر لدينا، عشرات من المواطنين والنخب المثقفة من رواد شارع المتنبي يطردون طارق حرب المحامي بعبارة باطل ومنافق، وكذلك يصفونه بالبوق الباطل، فلنشاهد. أبواق السلطة، أبواق السلطة، أبواق السلطة، أبواق السلطة، باطل 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 حرب باطل في النوع الدكتاتورية، باطل في النوع الدكتاتورية، باطل مستفادين، باطل مستفادين، باطل 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 طارق حرب، 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 باطل في فقرة آراءكم لدينا مقطع سنعرضه لحضراتكم الآن. عراقي من محافظة ذي قار يتهكم بهزوجة شعبية على عدم استلام مادة الطحين منذ أشهر في الحصة التموينية، فلنشاهد. طحينة وين الطحينة؟ شو خالي هذا الكيس مرد علينا، مرد علينا وين الطحينة؟ أرد أنشد المسؤول عالحصة شي يقول، أرد أنشد المسؤول عالحصة شي يقول، شو ماكو كلها تفرهدت وإحنا نولينا، وإحنا نولينا وين الطحينة؟ وين الطحينة؟ نذكر طبعا مشاهدينا الكرام أن وزارة التجارة جاءها قرار وأمر، طبعا هو من رئاسة الوزراء بقيادة طبعا حيدر العبادي، بأنه المرحلة القادمة، مرحلة الانتخابات القادمة طبعا، ستمنع البطاقة التموينية عن كل شخص لا يحدث البيانات الانتخابية بالنسبة له، وبالتالي سيحرم من البطاقة التموينية وكذلك من الحصة التموينية.
طيب دعونا نشوف أو نتابع التعليقات طبعا التي جاءت على هذا المقطع. أبو جواد يقول باقوها الحرامية، بالنسبة للطحين الغائب باقوها الحرامية طبعا. تعليق آخر، هدى تقول اي والله صحيح، من شهر الخامس بعد ما استلم من الطحين كل من راجع الوكيل يقول ماكو طحين، لا يوجد دقيق او طحين بالنسبه للعراقيين في حصصهم التموينيه. ازهر يقول حتى في بغداد صار 6 أشهر ماكو طحين، حتى في بغداد. اذا الموضوع ليس فقط في محافظه، الموضوع في كثير من المحافظات العراقيه. احمد يقول احنا اهل الجنوب مو انتخبناهم، نستاهل اللي يصير بينا. هناك من يرى بانه يستحق ما يحدث أو يستاهل اللي يصير به هو ولا غيره اللي انتخبوا هؤلاء. تعليق آخر لدينا، عبد الخالق يقول خلي يجي يشوف سلمان التمن معفن. طبعا موضوع الرز الفاسد وصفقات الفساد التي شابت هذا الموضوع. آخر تعليق لدينا أيضا، أحد المعلقين يقول لا تفكروا بإشباع بطونكم إنما بإشباع عقولكم حتى تعوا جيدا أن الإنسان له كرامة. طبعا يعني يجب أن ينتبه العراقيون بشكل عام حول هذه القضايا، قضايا الفساد وسرقة أموال الشعب وقوته طبعا، وحتى حرمانه من أبسط استحقاقاته للعيش الكريم طبعا، وهي الحصة التموينية اللي على مدار سنوات مضت كانت متوفرة، ولكن جاء الاحتلال ومن جاء مع الاحتلال سرقوا حتى هذه الأمور البسيطة التي تدعم الشعب ببقائه على قيد الحياة. للعلم لأنه نسبة الفقر ارتفعت بنسب كبيرة جدا الآن في العراق. طبعا بفقرة هاشتاج غرد بكذبة عن الكهرباء، العراق الذي تتجاوز ساعات انقطاع التيار الكهربائي فيه عن معظم مدنه أو في معظم مدنه إلى 10 ساعات، في بعض المدن تصل إلى 18 ساعة يوميا في فصلي الشتاء والصيف بشكل عام. وزير الكهرباء قاسم الفهداوي صرح اليوم بوجود فائض بالطاقة الكهربائية ووزارة الكهرباء بصدد تصديرها إلى سوريا. دعونا نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. كما قلنا الوسم بعنوان غرد بكذبة عن الكهرباء. وسام يقول العراق يرسل مستشارين في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى روسيا لغرض الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال. هذه كذبة طبعا. علي يقول الحكومة العراقية تقترح تخصيص جزء من واردات تصدير الكهرباء إلى الشعب العراقي. هذه أيضا ضمن التغريدات المتماشية طبعا مع الوسم. تغريدة أخرى، جواد الزامل يقول الصين تتعاقد مع قاسم جيزر لتحسين وقع الكهرباء في الصين. طيب في تغريدة أخرى، ضرغام يقول اليوم قطعت خط المولد طبعا السحب، وبعت مولد البيت لعدم الحاجة والحمد لله. الحمد لله طبعا التهكم وهذه الانتقاد بشكل هزلي بسبب ما وصل إليه الحال في العراق الآن، الوعود الكاذبة التي وعدوا بها طبعا، المليارات التي أنفقت على قطاع الكهرباء منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة تجاوزت 40 مليار دولار، لم يستفد المواطن العراقي من هذه الكهرباء، لم يحصل أصلا على هذه الكهرباء. ووزير الكهرباء يغرد خارج السرب ويقول بأنه سيتم تصدير الكهرباء إلى سوريا. طيب والعراقيين ما يستفادوا منها المفروض؟ كم دقيقة؟
مشاهدينا طبعا في فقرة بعد الهاشتاج لدينا مجموعة من المقاطع التي نعرضها لحضراتكم. طبعا في أول مقطع لدينا موضوع المهن المنقرضة. كثير من المهن طبعا انقرضت بسبب عدم حاجة الإنسان إليها بعد الآن، وأيضا بسبب دخول التكنولوجيا إلى الحياة، ما أدى طبعا إلى الابتعاد عن كثير من المهن. دعونا نتابع. طبعا في المقطع الثاني نتابع موضوع حقيقة كثير ما تم النقاش حوله علميا، طبعا موضوع الكائنات القريبة جينيا من الإنسان، موضوع التحول كما ترى طبعا بعض الروايات العلمية أن هناك تحول حدث على مر السنين لبعض الكائنات التي قادها إلى أن تكون إنسان، وهذا طبعا أمر غير صحيح. عموما دعونا نتابع الموضوع. وصلنا لختام الحلقة. طبعا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. إن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.